السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وياكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. اليوم احنا عندنا إعلان بخصوص دورات الحضورية اللي هم كثير من الناس كانوا يتصلون بيها بخصوص الدورات الحضورية. أولا راح نشاهد على الشاشة أمامكم، طبعا على الشاشة هي مؤسسة بوابة المعرفة، واللي هي راح نقيم بيها الدورات الحضورية بتعلم العود وتعلم الغناء العربي. أهلا وسهلا بكم طبعا أخوان الأعزاء في بغداد وفي محافظات، وراح نبدي بالدورات اللي هي حضورية اللي مثل ما وعدتكم بها. وأيضا موجودة أمامكم على الشاشة أرقام الهواتف، إما الاتصال بالمؤسسة نفسها، لأن راح يكون عندنا يوم الاثنين ويوم الخميس، هي يعني يومين بالأسبوع، يعني 8 محاضرات شهريا. وهذه 8 محاضرات تبدي تأخذ بيها وتتعلم العزف على آلة العود أو الغناء، وهاي اليومين هي طبعا يومين بالأسبوع. المنطقة طبعا هاي الهواتف الموجودة قدامكم بالشاشة هي تتصلون، أما تحزون عن طريق مؤسسة بوابة المعرفة، واللي هي أكيد راح تقول لهم إحنا من طرف الأستاذ زياد هادي، أو اتصال بيها حتى أعطيكم معلومات. موجود الهواتف الاثنين، هي بيها واتساب وبيها تليفون عادي، والمكان هو يعني بجانب مول الحارثية، يعني بالقرب من مول الحارثية. خلينا نشوف الفيديو بعد ما أخلص كلامي، راح تشاهدون فيديو. هذا الفيديو هو أنا ذهبت إلى المكان وصورت لكم إياه حتى يكون لكم دليل المكان عندما تأتون إلى المكتب أو الشركة أو المؤسسة حتى تبدون بالدورات الحضورية بآلة العود. وأهلا وسهلا بكم، نبدي بالدورات من الصفر، أو موجود عازف متوسط نقدر نبدي به بالمقامات مباشرة، أو كيف يتعلم التقاسيم أو الأطوار الريفية، وكذلك بالتدرج طبعا. ومطلوب من الطالب أن يعني يجيب وياه مثلا دفتر وقلم، ويجيب آلة العود اللي وياه حتى نبدي وياه مباشرة بعد غد، يعني الاثنين. اليوم احنا 10/6، يعني عقب باكر نقدر نبدي وياه مباشرة. اقدر ابدي وياه دايركت. واهلا وسهلا بكم باشتراك بسيط واتشرف بكم. خلينا نشوف الفيديو اللي مال منطقة الحارثية، اللي هو بقرب او بجانب او بصف مول الحارثية، الفرع الأول. الفرع الثاني موجود فلافل لبنان، تدخل الفرع الثاني رابع عمارة، الطابق الرابع. خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله، كيف أحوال، كيف الصحة أخوان الأعزاء الطلبة؟ مثل ما وعدتكم بالمحاضرات اللي هي راح تكون حضورية بتعلم العود، واللي كثير من الطلبة والأخوان الأعزاء من بغداد كانوا يسألوني على مكان لتعلم العود، واللي كثير من الأخوان يتصلون بيها حتى من المحافظات ويقولون إحنا نجي في بغداد، يعني خطار، ونجي يمك لدراسة العود. فتحت الدورات الخاصة بتعلم العود، هذا الصف قدامكم شوفوا قدامي، وهذا شوفوا هذا البيانو، هذا البيانو للأصوات للغناء، وأيضا لتعلم العود. هذا الصف قدامكم، راح أعطيكم المكان إن شاء الله، اللي هو مول الحارثية، بالقرب من مول الحارثية، الفرع الأول الفرع الثاني، تدخل به ثالث عمارة موجودة، وراح أصور لكم بخصوص
بدء دورات تعلم العود والغناء العربي وفق أصول وبرنامج من الصفر. يعني احنا ممكن انه اول فقرة نتعلم العود من خلال النوطة، ونتعلم العود حرفيا، ونتدرج بالمقامات العربية ومن ثم الأطوار الريفية بهذه الدورة. هذه القاعة مثل ما وصفت لكم اياها، شوفوا تلاحظوها، وراح تكون صبورة اليوم. احنا السبت اليوم 10/6، ونبدي اي طالب يريد يسجل نبدأ من بكرة بالدورات، واهلا وسهلا بكم. الان انتقل الى التصوير الخارجي حتى تعرفون المكان لتعلم العود، يعني القاعة او المكان حتى تجون عليه مباشرة، اللي هو في منطقة الحارثية في بغداد. كونوا وياي اخوان الاعزاء. هسه احنا عندنا هذا مول الحارثية، شوفوا لاحظوا هذا مول الحارثية، شوفوا وراي هذا مول الحارثية، مو الفرع مال مول الحارثية، الفرع الثاني تلاحظ انه فلافل لبنان. فلافل لبنان تدخل بهذا الفرع، تدخل بهذا الفرع، بهذا الفرع اول عمارة، ثاني عمارة، ثالث عمارة البرتقالية، مؤسسة الطابق الرابع. الطابق الرابع راح يكون هسه هذا فلافل لبنان، كلها تندل بالحارثية، وثالث عمارة اللي هي اللون الأسود، شوفوها اللون الأسود آخر وحدة، وهذه راح تكون عندنا الدورات بدت من اليوم، وهذا هو مول الحارثية. لاحظون باو، هذا مول الحارثية، والفرع مول الحارثية الأول، هذا الثاني فلافل لبنان الركن. زين تدخل بالفرع، العمارة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابع عمارة، الطابق الرابع. وتحياتي لكم، إن شاء الله أتمناكم موفقية، وسهلا بكم بالدورات لتعلم العود والغناء العربي. شكرا لكم من بغداد. زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات. نعم أخواني، بعد ما شاهدنا هذا الفيديو، أهلا وسهلا بكم بالمحاضرات والدورات الحضورية، وشرف إلي كبير أنه ألتقيكم حتى نتعلم العود أو نتعلم الغناء، وتقدرون تسجلون بها مباشرة. تحياتي لكم، وأشوفكم بالمحاضرات الحضورية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.